عبد الله بن المبارك كان إذا أراد أن يذهب إلى الحج أعلن عن ذلك، واصطفى لنفسه رفقة، رفقة من الفقراء. منين؟ من مرو، من بلاد فارس، نعم، يعني قبل أشهر يصطفي لنفسه رفقة، وبيجي بقى بيقول لهم هي صندوق وكل واحد يحط يلي معه، لكان مسألة يعني كل واحد بده يحط اللي بيقدر عليه، لأنه المسألة كل واحد هو اللي بده يتحمل مسؤولية نفسه، فكل واحد يخرج من جيبه ما معه في هذا الصندوق، آخر وهو كمان بيحط ويسكر الصندوق. ثم تبدأ الرحلة، كلما وصلوا إلى مكان يستريحوا فيه بينزل هو وياهم بيشتري لهم هدايا، بيلاموا بأفخم الخانات، كان وقت بدل الفندق اسمه خان، نعم، وهكذا. بعدين بيواصلوا السير بيصلوا لمكان آخر كمان، إيه نعم، من هالصندوق طبعا، من هالصندوق ما في حدا له مني على الثاني، من هالصندوق، إيه نعم، إلى أن يصلوا إلى الحجاز، وإلى أن يؤدوا مناسك الحج ويزوروا المصطفى صلى الله عليه وسلم. جبير هاتوا بقى، شو بدكم تشتروا هدايا لأهليكم؟ كل واحد كان هدايا من الصندوق، ما في شيء، من الصندوق، إيه نعم، كل واحد بأولادته. فيشتري لكل منهم الهدية التي يريد أن يعود بها إلى أهله، ما في حدا ممتنع الثاني، منين؟ من هالصندوق، إيه نعم، وهكذا. ثم يعودون أيضا بالطريقة ذاتها، ينزلون في كل مرحلة من المراحل، يكرمهم في هذه المرحلة بالطعام بالشراب بالهدايا التي توجد في ذلك المكان، ثياب نحو ذلك مو موجود في مكان آخر. عندما يصلون إلى نقطة الافتراق، كل واحد يفترق، بيجي بيفتح الصندوق، لك والله الله سبحانه وتعالى بارك لنا، بيرجع لهذا وبيرجع له، بيقول له سيدي طيب ما هذا نحن، طيب إذا الله زاد المال بهالصندوق أنا شو علاقتي؟ نحن عم ناخذ منه الصندوق والله سبحانه وتعالى هكذا كان. وهكذا ينبغي أن يكون الغني، يتعامل مع الله لا يتعامل مع الآخرين، نعم، هكذا كان حياته، نعم، غني فقير، غني بالله فقير إلى الله. وعندما هانت وفاته قال لمرافقه، نعم كانوا في طريق في سفر، قال تمدن، قال ضع خدي على التراب. فأحجم الرجل، شو بدي أحطه على التراب؟ قال له أقول لك ضع خدي على التراب. فاعتذر، قال له أقول لك ضع خدي على التراب فإني سألت الله عز وجل أن يميتني ميتة الفقراء وأن لا يهني جبهة الأغنياء. أيضا هو ضع هكذا وتوفي بهذا الشكل. أنا أنشد غنيا من هذا القبيل، أنشد في مجتمعنا الإسلامي أغنياء من هذا القبيل، هكذا ربوا هذه التربية، أغنياء بالله فقراء إلى الله سبحانه وتعالى. إذن لو وجد مثل هؤلاء الأغنياء لرفع عنا البلاء، ولكن الأمر ليس كذلك، الأمر ليس كذلك. وأنتم تعلمون قصة الذين أصيبوا بالاحتشاء لأنه الدولار هبط، ما سمعتوا قصته؟ في حلب ناس أصيبوا بالاحتشاء من كبار الأغنياء، من كبار الأغنياء، إيه نعم، لأن الدولار نزل لرتين سوري، وبالتالي خسر 10 مليون وماليته مليارات مو مليار. طيب 2 منهم راحوا والباقيين بالمشافي. لاحظ، يعني أصابه الجزع
لأن بعض الفقراء انتعشوا طبعاً لما الدولار بينزل ما نزل الفقراء بينتعشوا. إيه نعم. لا بده أنه هو قارن بين هذا الغني وذلك الغني.